We know we have to win the game to qualify because the first leg it was 0-0 and we wasn't able to score one goal there after our first good half, but we are ready to fight and ready to do everything to qualify for the game. في الواقع هي مباراة صعبة، نعلم بأنه يتوجب علينا الانتصار للتأهل، لأن المباراة في الذهب انتهت بنتيجة التعادل السلبي 0-0. بعد الشوط الأول في هذه المباراة قدمناها بصورة جيدة للغاية، لكن لم ينجح في التسجيل، والآن يجب علينا الاستعداد للقتال في هذه المباراة وبذل قصارى جهدنا للانتصار للتأهل للدور القادم. Priority every game. I don't look at which competition we are playing. We are starting the game to win, and we will do everything to achieve a good result. It's not about choosing competition. We have to win and to do everything to win for to qualify for the semi-final. بالنسبة للأولويات هي كل مباراة أولوية، وليس بالنسبة للبطولة، فكل مباراة نخوضها يجب علينا الانتصار في أي بطولة كانت. وهذا هو فريقنا، هذا ما يجب أن نعمل عليه، وهذا ما نعمل عليه في الواقع. نحن نعمل للانتصار في كل مباراة والانتصار في التأهل في كل مباراة، والآن هدفنا هو الانتصار في هذه المباراة والتأهل إلى الدور القادم. It's never easy. It's never easy when you play the same opponent in the same week. So we have to adapt and it's like that, huh? It's the schedule and we cannot change anything. في الواقع ليس من السهل أبدا بأن تلعب ضد نفس الخصم في ظرف أسبوع واحد. ليس من السهل أبدا فعل ذلك، لكن الآن يجب نحن نعرف في هذا الجدول، يجب علينا أن نتأقلم مع هذا، ويجب أن نتعامل مع الوضع، وأن نبذل قصارى جهدنا للانتصار والخروج بأفضل نتيجة في المباراتين. What do you want me to say? I think there is also some the period it's not easy. Lot of game, the player some players have to use a lot of energy, some players are sick, some players play the game without much training because of some situation of injury, and it's never easy when you cannot have a proper preparation to take 100% from the player. And our main striker, he is in a little bit weak, how you say that, in a lack of confidence, and it's never easy as a striker to not score goal, and his morale is a little bit down, but I'm sure it will come back, and he just need one goal to unlock his mental to come back in his best level. But he miss only goal because I think in terms of energy and what he's offering on the pitch to his teammate is I'm very satisfied with his spirit. في الواقع انه ليس من السهل للغايه عندما تتعامل مع مثل هذه المباريات، فانت تلعب في جدول مضغوط للغايه، بعض اللاعبين غير مستعدين بصوره كامله نظرا لازدحام المباريات ولعدم الاعداد الكافي بين المباريات، وايضا غياب اللاعبين بسبب ظروف الاصابات والغيابات التي تطرا خلال الموسم. لذلك من الصعب للغاية أن تحافظ على معدلات استعداد كاملة للاعبين بنسبة 100% خلال المباريات الحالية. وبالنسبة لخط الهجوم، ربما يكون مهاجمنا الأساسي غير محظوظ أو ليس في أفضل أيامه للتسجيل، لكن على أرض الميدان هو يبذل قصارى جهده ويجلب الطاقة لدى زملائه ويقدم أفضل مستوياته. فقط هو ينقصه التسجيل، وأنا واثق بأنه بمجرد أن يسجل هدفا سوف يعود أقوى وأفضل من قبل كثير. Yes, we have Smail Matar who are a little bit suffering with his hamstring, and few players also who are very tired, few players who are sick, and we are still waiting to see the evolution of these coming hours. So yes, not easy situation again. في الواقع احنا ليس في الوضع الجيد، خصوصا بأننا سنفتقد اسماعيل مطر بسبب الإصابة، بجانب عدد من اللاعبين الذين سوف نحدد مصير مشاركتهم خلال الساعات والتمارين المقبلة.